السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن الصفحة بتاعتك على لينكد ان تجيب لك شغل كتير، فمفيش مشكلة ان انت تتفق مع حد ان هو يظبط لك الصفحة، وممكن حد يكون خبير فيكتب لك بعض الجمل. انا شفت ناس كفاءة وناس متميزة جدا، لكن هو كاتب كلام بسيط جدا ما يطلعش في محركات البحث، يعني ما تلاقيش عنده حاجة في الصفحة بتاعتك. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نروح كده لشات جي بي تي بدل ما نروح لحد يدفع فلوس، ونقول له مثلا نيد سي في فور ديجيتال ماركت، تمام. هو بقى هيبدأ يكتب لك الحاجات، بيقول لك انا اقدر اساعدك في حاجة زي كده. هو انا بيقول لك ايه الحاجات اللي انت المفروض ان انت تكتبها. لا انا اقول له بقى ايه، give me example، تمام. هو هيبقى كل المطلوب منك بس ان انت تعدل بعض الحاجات، هو شرح لك الفكره. لا احنا عايزين حاجه تبقى ناخدها كوبي بيست ونعدل عليها. خلي بالك ان انت لو كتبتها له 20 مرة كل مرة هيدي حاجة تانية، مثال تاني، تمام. جابلك السامري، دي السامري دي مهمة جدا. فانت ممكن تبدا تشوف في لينكد ان ايه الحاجات اللي هي مهمه بالنسبه لك، وتبدا ان انت تحطها. مثلا خلينا نشوف حاجه كده، السكيلز، what is skill required. هو يبدا بقى يقول لي اهم السكيلز اللي انا اقدر اخدها واحطها في قلب البروفايل، تمام. مثلا اهو في البروفايل بتاع لينكد ان ممكن تبدا تحط سكيلز زي كده، اناليتيك سكيلز، ماركتنج سكيلز، وهكذا. وانت تبدا تشوف الحاجات دي هل في حاجه فيهم ناقصاك، فتبدا ان انت تعدلها وتزودها. يعني مش مجرد تزودها في السي في، لا تزودها في المهارات اللي انت بتكتسبها. ففعلا الاوبن اي اي مساعد حلو قوي في ان انت تعمل السيره الذاتيه بتاعتك، وبيفيدك كتير جدا. ممكن مواقع كتيرة من مواقع فريلانسر زي ابورك وفريلانسر وكده تبدأ تشوف وظائف معينة زي كتابة محتوى او هو يبدأ ان هو يساعدك. ممكن تاخد جملة وتقول له طب ترجمها لي، يعني مجرد ان انا اقول له مثلا ايه بالعربي يبدأ يجاوب السؤال ده بالعربي. ومش لازم تحفظ، يعني هو انت مش بتحفظ كلمة بالعربي، لا كنت بتقول ايه لو سمحت اكتبها لي تاني بالعربي، اكتبها لي تاني بالعربي. فهو بيتفاعل معاك اهو، هيبدأ يكتب لي الفكرة بالعربي خالص، ومش ترجمة، هتلاقي في اختلافات بين الاتنين.